بمناسبه بقى علي معلول، خليني اقول ان ابرز ملامح تشكيل فايلر كده لو انت عايز تقول لنا يعني. النهارده بصي هو مبدئيا كده يعني، وده انطباع عام عند كل الاهلاويه وكل محبي فريق النادي الاهلي، واضح ان كل اللعيبه جاهزين ان شاء الله، وكلهم اكيد عندهم رغبه الفوز واسعاد جماهيرهم، خصوصا ان هي البطوله المفضله. لكن ممكن نقول ان اكيد يعني ممكن يكون في لعيبه معينه يبقى لهم دور مؤثر في الفريق وفي مباراه النهارده. واحد طبعا منهم علي معلول اكيد بطبيعه الحال، ومعاه النيجيري جونيور اجاييه، ده طبعا واحد من الهدافين الجامدين جدا، وبالتاكيد الحارس الكبير محمد الشناوي ان شاء الله برده هيبقى له دور مهم جدا، الى جانب عمرو السوليه وحمدي فتحي. كلهم بصراحه يا نهاوند انا شايف ان روح الفانيلا الحمراء يعني مسيطره عليهم، واكيد هتعمل كالعاده مفعول السحر في ارضيه الملعب زي ما تعودنا من فريقتنا العظيمه. بمناسبه الشناوي، انا بشوف واعتقد مش انا بس، العديد من النقاد بيشوفوا ان الشناوي ده افضل حارس في مصر، يعني فكره ان هو يبقى عنده الثقه، فكره ان هو يبقى عنده ثبات انفعالي قوي جدا، يعني ممكن الشناوي يشيل فعلا مباراه، فاعتقد احنا برضو محظوظين بوجود الشناوي معانا، وكل التوفيق مره ثانيه.